مستمعينا الكرام، أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة حملة صفقة التوعوية تحت شعار استثمر في الأسرة، تماشياً مع شعار المنظمة العالمية للأسرة، وبالتزامن مع اليوم الدولي للأسرة والذي يوافق 15 من مايو من كل عام. وأوضح المدير العام لجمعية المودة محمد الرضي أن الحملة التوعوية تهدف إلى نشر ثقافة الاستثمار في الأسرة من خلال تسليط الضوء على مفهوم الاستثمار في الأسرة وعوائد ذلك على العلاقة الزوجية والعلاقة مع الأبناء وأثره في حاضرهم كأسرة ومستقبل للأبناء من خلال صقل هواياتهم وتوجهاتهم في الحياة. الجمعية البحرينية لتنمية المرأة شريك استراتيجي في هذه الحملة ذات الطموحات العالمية. يسعدنا أن نتحدث أكثر عن الجمعيتين والحملة والندوة التي عقدت يوم أمس، وبكل سعادة معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة همسة تمراز، مدير الإعلام التوعوي والاتصال المؤسسي بجمعية المودة للتنمية الأسرية من المملكة العربية السعودية، والأستاذة خديجة السيد رئيس الجمعية البحرينية لتنمية المرأة. نصبح عليك بالخير أستاذة همسة وأستاذة خديجة. صباح النور والسرور. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء حقيقة الذي نسلط الضوء عليه على هذه الحملة التي تعد صفقة بالنسبة للأسر التي سوف تستفيد منها ولا شك. بداية نبدأ مع الأستاذة همسة، ونود أن نعرف وكذلك السادة المستمعين عن جمعية وحملة صفقة. أهلا وسهلا فيكم. أول شيء أحب أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، يشرفنا أنه نتحدث لإذاعتكم من بلدنا الشقيق البحرين. أول شيء جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة هي جمعية بتقدم أكثر من 10 مبادرات للأسرة لجميع أفراد الأسرة، المرأة، الرجل، كبار من المراهقين والشباب والأطفال وكبار السن. طبعا هدف الجمعية الأول اللي هو رفع جودة حياة الأسرة تماشيا مع رؤية 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني. حملة صفقة خصوصا كنا مخططين لها حقيقة من بداية العام، بحيث أنه إحنا نفعل اليوم الدولي للأسرة. بالنسبة للجمعيات الأسرية، الأيام العالمية جدا مفاتيح مهمة للوصول إلى الفئات المستهدفة وتفعيلها، فإحنا تهدفين اليوم الدولي لأنه هو أهم يوم بيخاطب الأسرة ككل، بيصب يعني في مجال اهتمامنا وهي القضية الأساسية للجمعيات الأسرية حول العالم وليس فقط في المملكة. فمن هنا إحنا كان عندنا تواصل مستمر مع المنظمة العالمية للأسرة، وهو شعار المنظمة العالمية للأسرة للعام 2023 استثمر في الأسرة. فحبينا أنه إحنا نقتبس منهم هذا الشعار ونحوله إلى حملة ليست فقط محلية ولكن على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. الحمد لله كان عندنا عدة شراكات من ضمنهم جمعية البحرينية لتنمية المرأة، وصراحة كانوا أكثر من متعاونين معنا بل مبادرين في أشياء كثير يعني حتى إحنا ما طلبناها منهم، فمن هنا أتت يعني فكرة الحملة تفعيلها. جميل جدا. ننتقل أستاذة خديجة، كيف تم التنسيق لتصبح الشريك الاستراتيجي للحملة من هنا من مملكة البحرين؟ طبعا الصباح عليكم بالخير، وإحنا جدا سعداء بهذه الشراكة، وكان التواصل لأن إحنا عندنا نفس الاهتمام المشترك. تم دعوتي للمشاركة في الندوة العالمية. نعم. عنوان ممكن حطيناه في سلم أولوياتنا، يعني يمكن هذه أسرع شراكة. نعم. صارت بيننا وبين مؤسسة نعتز ونقدرها، يعني جمعية مودة للتنمية الأسرية. نعم. اللي يدخل موقعها يشوف أنها مؤسسة جدا مهنية، وما شاء الله تبارك الرحمن خطتهم كانت نوعية، اختيارهم للعنوان كان جدا مهم وذكي. دائما احنا نتكلم عن الاستثمار دائما في الجانب الاقتصادي، لكن انهم غيروا خلينا نقول المايندسيت مالنا على طول، صرنا فوكس على العنوان. نعم. فسبحان الله المهنيه والمواد والاعداد وخطتهم، بالعكس احنا اي فكره ايجابيه تدعم الاسره، واحنا كلنا نعيش في فضاء واحد كلنا سواء دول الخليج او العالم. نعم. يعني الاسره محط اهتمام الجميع،
فأي فكرة إيجابية إحنا دائما كمؤسسة كجمعية مبادرين في دعمها ونشرها وتحقيق أثر هذه الحملة بقيادة جمعية المودة هو نجاح لنا، لأن أي أثر يوصل راح يدخل في الأسرة البحرينية الخليجية العربية في العالم. دورنا إحنا كمؤسسات إذا كنا مثل ما إحنا نسعى إلى نوعي الأسرة أن دائما تستثمر في الأسرة، إحنا نحط هذا الشعار هو أن في أولوياتنا في خططنا الاستراتيجية اللي هو دعم المبادرات التي تسعى لتحقيق جودة الأسرة أينما كانت. نعم. فهذه واجبنا من منطلق المسؤولية المجتمعية الوطنية، وإحنا نرجو لكم التوفيق في هذه المساعي. بالتأكيد يعني عندما تقصد الأسرة بهذه الفعاليات وبهذه الحملات فلا شك بأن هذا يصب في صالح الفرد والمجتمع. العودة للأستاذة همسة، كيف وجدتم تفاعل الجمهور حتى الآن؟ والله ولله الحمد احنا بنتابع باستمرار مشاهدة والوصول الى المنتجات الاعلامية. حملة في المقام الاول هي على منصات التواصل الاجتماعي، انت عارف الان افضل وسيلة في هذا العصر للوصول للفئات المستهدفة خلينا نقول هي عن طريق السوشيال ميديا والاعلام، لانه اكسسبل لكل الافراد في كل مكان، وهذا اللي خلى أن الحملة تقدر تكون أصلاً على أو دولي. فهو كان إعلامي، فصراحة يعني إلى الآن المشاهدات يمكن تجاوزت حاجز 2 مليون. نعم. إحنا يعني بنتابع لسه طبعاً، لأن تعرف الحملة لسه مستمرة ليوم 21 مايو، بالإضافة إلى تواجدنا في مدينة جدة في إحدى المولات الكبيرة من خلال فعالية الحضور إلى الندوة. فهذه الأشياء كلها بنرصدها لنشوف مدى تفاعل الجمهور معنا، بالإضافة إن شاء الله إلى خطط قادمة إحنا بنعمل عليها في الجمعية، بحيث إنه إحنا ممكن تحول مادة مفهوم الاستثمار في الأسرة إلى مواد توعوية تحول إلى مهارات مكتسبة ممكن يكتسبها الأفراد، حتى تصير شيء يقدر يمارسوه يوميا في حياتهم. استثمار في الأسرة جديد علينا في الوطن العربي، دائما زي ما قالت فضلت السادة خديجة أنه هو الناس يفكروا استثمار في المال، لكن استثمار في الأسرة هذا مفهوم جديد. نعم صحيح جد، يعني اليوم لربما نرى الكثير فعلا لديهم هذه النظرة وهذا الهدف، يعني احنا نقول يمكن نستثمر في أبنائنا، نستثمر في الأسرة ككل. السادة خديجة، أنتم في الجمعية البحرينية لتنمية المرأة كما يعلم الجميع معنيون بالدرجة الأولى بالموضوعات المتعلقة بالأسرة، ولكن ما الذي يميز هذه الحملة بالذات؟ ما هي أبرز الأمور التي تقلقكم بخصوص الأسرة؟ طبعا هذه الذي يميز في هذه الحملة أن هي اعتمدت مثل ما تفضلت الأستاذة همسة على اللي هو المحتوى الإعلامي، سواء كانت أفلام، سواء كانت لقاءات تويتر إلى آخره، أن الرسالة الإعلامية تصل أسرع. يعني الآن إحنا يمكن توفير الوقت والجهد، من نحن مثال الندوة التي تمت إقامتها بالأمس كانت عبر الزوم، وشارك فيها ما شاء الله 10 من المختصين. فوصلت الرسالة لعدد كبير جدا. الآن إحنا كمؤسسات معنيين نحن نعيد جدولة قيم المواد اللي إحنا نقدمها، إحنا نبديها توصل إلى أكبر عدد ممكن عشان تحقق الأثر. أي محتوى فيلمي لو كان ثواني رح يأثر على الطفل، يأثر على الأبناء، يأثر على الشباب، وتصل الرسالة. فأنت في النهاية تبي الأثر يصل بي للجميع، ومثل ما قلنا إحنا في هذه الحملة كلنا كان عيننا على الهدف الاستراتيجي والأثر اللي تبي تحققه. وإحنا الحمد لله رب العالمين بمجرد ما تواصلنا مع المؤسسات، مع الجمعيات النسائية، الأفراد المؤثرين في البحرين، يعني خلال يومين تجابوا معانا 25 ما بين مؤسسة أسرية، جمعيات نسائية، أفراد مؤثرين. هذه بعد يعطي مؤشر إيجابي دائما بالشراكات النوعية، نقاط القوة حينما تلتقي معنات الرسالة راح تصل، معنات الجهود راح تتضافر. أوفر الوقت، أوفر الجهد، ونسعد بنجاح هذه الحملة لأنها بإدارة ما شاء الله ذكية من جمعية تخر، ونعتز بأدائها. في نفس الوقت الرسالة أصبحت رسالة عالمية، يعني انطلقنا من الخليج إلى العالمية، لأن الأسرة الآن مثل ما نشوف تمر بتحديات عديدة ليس فقط في عالمنا العربي والإسلام، إنما العالم ككل.
نعم بالفعل أستاذة خديجة، وربما الناظر إلى بعض المشاكل بعض القضايا التي حتى يسمع عنها هنا وهناك قد يشعر بالإحباط يعني بسبب أنه يعني كان دور الأسرة قديما مختلفا عن دور الأسرة حاليا ومختلف عن عملها بحكم تغير وتسارع وتيرة الزمن، لكن مثل هذه الحملات ومثل هذه الفعاليات حقيقة تجعلنا نشعر بأنه ما زال هناك الأمل موجود في هذه الأسر التي تتفاعل مع هذه الحملة كما ذكرت الأستاذة همسة منذ قليل. ولا شك بأن ما يجعل هذا الجمهور وهذه الأعداد من الأسر تتفاعل معكم هو خطة التنفيذ ومحطات ومراحل تنفيذ هذه الحملة التي نحن أيضا بدورنا أصبح فينا فضول، نود أن نتعرف على هذه الخطة وكيف يعني من الممكن أن تنفذ هذه الحملة وتصب في صالح الأسرة بطبيعة الحال. نعم أستاذ همسة. يعطيك العافية. طبعا تنفيذ الخطة كان في المقام الأول، انطلقت على منصات التواصل الاجتماعي وبالشراكة مع أكثر من 50 جهة إن كان في المملكة ولا في المستوى الإقليمي أو العالمي. كده في عندنا طبعا طبقنا بعض الفعاليات، منها كانت الندوة زي ما جاء الأمس بالشراكة مع نخبة من قادة المنظمات الأسرية من أكثر من دولة. حقيقة كان في معانا من تونس، المنظمة العالمية للأسرة، منظمة الأسرة العربية، من مملكة البحرين، من الإمارات العربية المتحدة، من السعودية، من مصر. فكان في صراحة نخبة من قادة المنظمات الأسرية. في عندنا كمان تواجد ميداني، الآن حيتم تحليل هذه الندوة والخروج بأبرز ما قدمه المتحدث. نعم، عن مخرجات الندوة خلالك أستاذة خديجة حابين نتعرف أكثر على مخرجات الندوة التي عقدت يوم أمس وشاركتي فيها ضمن البرامج المرافقة للحملة، حثينا أكثر عن هذه المخرجات. طبعا الندوة كانت بعنوان دور المنظمات الأسرية في تعزيز ثقافة الاستثمار في الأسرة. نعم. فكانت فرصة ثرية أن احنا نلتقي بنخب من المؤسسات المعنية بالأسرة. خرجنا بمجموعة من توصيات. خلينا نتكلم بواقعية في الإطار، خلينا نقول التنظيري في مجال الأسرة والتماسك الأسري، يعني يمكن احنا ضليعين في هذا الجانب، ولكن احنا بحاجة كمؤسسات تبني مبادرات نوعية مستدامة تلامس الواقع الحالي. تقرأ الواقع، شنه الأولويات. هذه المبادرات إذا لم تكن هناك دراسات استطلاعات للرأي على أساس نشوف وين حاجة المجتمع، أين تكمن الثغرات، الرسالة التي نوصلها سواء للطفل أو للشباب أو للأزواج لابد أن تكون واقعية ولابد أن هي تصل إليهم. إلى جانب إحنا كمؤسسات لابد أن إحنا نبني شراكات نوعية. أنت الآن لا تستطيع أن تعمل لوحدك. النقاط القوة حينما تلتقي، هناك من يمتلك الخبرة، هناك من يمتلك التخصص، هناك من محتاج إلى الفنان، محتاج إلى الإعلامي، محتاج إلى تقني على أساس أقدر أقدم مواد ورسائل يعني إيجابية للمجتمع. بالإضافة نحتاج إلى رسم سياسات، وأنا بدون ما أقيس أثر البرامج اللي أنا أقدمها في مجتمعي إنزين ما أقدر أطور من نفسي. بدون ما أمتلك أنا كمؤسسة خطة للتسويق. يعني ما شاء الله أنتم كإذاعة البحرين دائما مبادرين، يعني هذه شهادة يعني أنا أعتز وأفتخر بكم صراحة. قبل لا بمجرد والله العظيم ما يعني نطرح أي فكرة أنتم تكونون سباقين فيها. واجبنا هذا. إحنا كمؤسسات بحاجة إلى أن احنا نبني مثل هذه الشراكات النوعية على أساس نسوق لأي مبادرة مجتمعية. في النهاية الإعلام يعني هو خلينا نقول القناة التي نستطيع أن نصل من خلالها إلى أكبر عدد ممكن. احنا نشوف الحين في اللحظة اللي احنا نتكلم فيها أي شيء يطلع في التيك توك أو دي، تخيلوا كم من الرسائل السلبية اللي ممكن تصل لعيالنا في لحظاتها. للأسف أنا بمجرد ما أفكر، لما أنا يعني في النهاية احنا نسعى إلى بناء وطن، أنت لما تتكلم عن جودة حياة وعلاقة صحية سليمة ما بين زوج وزوجة، أنت في النهاية ترسم
مستقبل وطنك. صحيح. أنت في النهاية إحنا كمؤسسات نساهم في التنمية. أنت لا تستطيع أن تساهم في التنمية إذا لم استقرار أسري هي النواة، الأسرة هي نواة المجتمع. فمعناته أنت لما تركز على الأسرة وتكون إحنا كلنا أيا كانت مؤسسات أهلية وحكومية هي ضمن أولوياتنا بالدرجة الأولى. حتى المانحين إحنا بحاجة لما ننظر للمانحين، لأن كل هالعملة بتقوم بها تبي تكون على مستوى راقي ورسالة تصل بجودة إلى فئات المستهدفة، تحتاج إلى دعم، دعم مادي، دعم. إحنا لا تنقصنا الخبرات، فبالتالي لابد أن تكون هذه رسالتنا إحنا جميعا نتشارك فيها ونتقاطع فيها، في لأن في النهاية نبي مصلحة وطننا. أنت لما تنشأ أسرة سليمة معناته تنشأ وطن متعافي. صحيح. في تقرار، في سلم أهلي، راح تقلل نسبة الهدر التعليمي الصحي، وقسها على البيئة، قيسها في كافة الجوانب. نعم. لأن نعم. الخلل الصغير راح يأثر على جوانب عديدة، وإحنا في النهاية نبي نعزز المواطنة الصالحة. والمواطنة الصالحة تبدأ من وين؟ تبدأ من المنظومة الأولى اللي هي القيمية اللي موجودة في الأسرة. هذا ما يجعلكم كلنا تعاوننا مع بعض، فبنقدر نحقق هذه الرسالة الإيجابية في المجتمع بإذن الله. نعم، وهذا ما يجعلكم وكذلك جميع حقيقة التربويين في تحدي مواجهة سهولة وصول توايات، فلنقل ينبغي أن يتجنبها يعني أفراد المجتمع، يعني بما تبثه من مختلف الرسائل السلبية، مختلف الرسائل التي يعني قد لا تؤدي إلى مؤدى إيجابي. فيعني هنا يأتي دوركم بالتحديد. أستاذة همسة، ما الذي ترجونه من أولياء الأمور من خلال حملة صفقة؟ وهذا السؤال طبعا لضيفتينا الكريمتين، نبدأ بالأستاذة همسة. نعم، نأمل حقيقة التفاعل، الدور في الاستثمار في الأسرة يبدأ من الأبوين. دائما الأطفال ممكن يماهوا تصرفات آبائهم، شاءوا أم أبوا، يعني هم يكتسبوا منهم العادات أو التصرفات. فنأمل أن الآباء والأمهات يبادروا. للي ما عنده قدرة أو ما قد استثمر في الأسرة بمعنى بشكل أبسط، تعلم واكتسب مهارات تقدر تخليه يتعامل الأطفال تربيتهم السليمة، من إيش القيم المفروض أن يغرسها في الأطفال بالذات هذا الزمن. كثير الأمور اختلطت ببعض، زي ما حضرتك ذكرت مع التسارع الوتيرة، صارت حتى وإن كان الأباء والأبناء في العمر فارق العمر بسيط، ولكن الفجوة ترى كبيرة. وأنصح الأباء والأمهات إن هم يبدأوا يكتسبوا مهارات جديدة للتعامل مع الأبناء عشان التنشئة السليمة. الأبناء بيتعرضوا للكثير من الأفكار السلبية، المحتوى السلبي، والأباء والأمهات صاروا صعب عليهم إن هم يعملوا كنترول على إيش بيدخل على عقل. صحيح. ابني أو ابنتي. حتى لما بيقول لك القنوات فيها البارنتال كنترول برضو صعب، الجوال في يدهم، فأنت ما تقدر تمنعهم. إذا ما تقدر تمنعهم معناته أنت لازم تغرس فيهم ولازم تبنيهم صح، إن هم يمنعوا نفسهم، إن هم يكون عندهم ست من الأفكار والقيم اللي تخليهم تعملهم حاجز ضد هذا الغزو، خلينا نسميه إن كان يعني بقصد أو بغير قصد. لأنه حقيقة الأسرة سايرت بالذات الأم والأب الفاهمين اللي عارفين كيف ممكن يربوا أولادهم بالطريقة اللي تحميهم، ولكن ما عندهم الوسائل. فأنا بقول لهم اتعلموا، الجمعيات زينا وزي الجمعية البحرينية وزي باقي الجمعيات الأسرية والمنظمات الأسرية بت فيها هذه التولز والوسائل. بنحاول إحنا نوصل موجود عندنا، بنعلن تعالوا تفضلوا. إحنا عندنا منصة اسمها أكاديمية العائلة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية، دورات تدريبية باللغتين العربية والإنجليزية أونلاين مجانية. احضروا مثل هذه الدورات، كثير منظمات ترى بتقدم دورات حضورية أو عن بعد. فتعلموا، لأنه صار الزمن يحتاج إن إحنا نتسلح بعلم ومهارات إن إحنا كيف نتعامل مع الأطفال. زي ما برضو ذكر أستاذنا الفاضل، الزمن غير الزمن وتغير شكل الأسرة، وصرنا نكتسب، الأبناء صاروا بيكتسب قيم وتربية خارجية إحنا ما لنا سلطة عليها. نعم، فصحيح يعني كما تفضلت أستاذة همسة، ودائما نقول اليوم ليست فقط الأسرة هي من تربي، إنما البيئة المحيطة، هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي وبرامجها وهذه الأجهزة المتواجدة في أيدي أطفالنا على طوال اليوم، أصبح
أصبحت اليوم مسؤولية أكبر على عاتق الأهالي، ولكن في المقابل كذلك كما تفضلت اليوم المعرفة ووسائلها موجودة متوفرة، وبوجود مؤسسات وجمعيات مثلكم مثل ما تقدمون لهذه الأسر، يبقى هنا المبادرة من الأهالي والوعي التام بأهمية فعلا التسلح بهذه الأدوات، أدوات هذا العصر. أستاذة خديجة، كلمة في الختام، ما الذي تودين توجيهه لكل من يستمع إلينا، لكل أولياء الأمور؟ طبعا في النهاية نحن نتمنى أن دائما نحقق جودة عالية لأسرنا، نعيش في استقرار وأمن وسلام. سبيل الوحيد لذلك اللي هو التعلم المستدام. المصادر موجودة سواء كانت بالاطلاع، بالقراءة، النت، المؤسسات الأسرية، الجمعيات، لدي البرامج. ولكن نحن نطمح الملفات اللي نعمل عليها. احنا والله الحمد في مملكة البحرين عندنا فحص ما قبل الزواج ونجحنا في هذا الشيء. احنا نطمح ان احنا عندنا من البرامج تعتبر مثلا نقول الرخصة المقبلين على الزواج، راح تنشئ مؤسسة صغيرة بدون ما تمتلك الأدوات الصحيحة لإنشاء هذه المؤسسة، ففاقد الشيء لا يعطي. فإحنا نتمنى أن تأهيل المقبلين على الزواج قبل في بناء هذه المؤسسة كأداة تعينهم على بنائها، على أساس أن يكون في استدامة في العلاقة وتكون العلاقة صحية وفي مناخ صحي، فبالتالي راح أثرها يكون على الأبناء وفي المستقبل، مثل ما قلنا في النهاية تساهم في تنمية المجتمع. اللي نطمحه مثل هذه البرامج أن تكون كشرط أساسي في عقد الزواج، على أساس أنت تعمل بمفهوم الإرشاد الوقائي، أنت لا تجد تضع الدواء في وقت المشكلة، أنت من البداية تدخل في المناهج، تدخل في برامج تدريبية. لأن أنا مهما كمؤسسة قمت ببرامج تدريبية، قمت بدوري، كم العدد اللي بيحضر؟ هل راح أستطيع أصل لأعداد أو لجميع المستفيدين أو لفئة الشباب؟ فبالتالي إحنا بحاجة إلى حلول نوعية وحلول تكون مستدامة. فإذا قدرنا ننجح إن إحنا في مملكتنا إن نساهم جميعا، موجودة في جميع المؤسسات، ممكن نتعاون على منهجية واحدة، أن نتعاون في أن ننجح أن يكون في برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، على أساس أن هاينا بنحقق أسرة مستقرة. نعم بالفعل أستاذة خديجة، مثل ما الفكرة انطلقت بالعالمية، ممكن إحنا جميعا كمؤسسات في البحرين في المملكة كل أهل الاختصاص نعمل على هذا الجانب. إذا قدرنا ننجح في هذا الشيء، هذا بيكون لا يعني حل جذري للمشكلة. لا شك أستاذة خديجة، ومثل ما المثل اللي عندنا في البحرين نقول لك، يعني نبرز الأدواء قبل الفلع، ضروري أن نقوم بهذه الخطوات الاستباقية حتى لا نفاجأ ب يعني ما لا تحمد عقباه حقيقة، ويعني بالتالي يكبد الأسر المزيد من يعني فلنقل الجهود حتى يقوموا بمعالجة ما تم إتلافه من قبل هذه التصرفات وهذه السلوكيات السلبية. جزيل الشكر حقيقة لضيوفنا الكرام، الأستاذة همسة تمراز، مدير الإعلام التوعوي والاتصال المؤسسي بجمعية المودة للتنمية الأسرية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك شكر جزيل للأستاذة خديجة السيد رئيس الجمعية البحرينية لتنمية المرأة. ونرجو دائما أن تكون عوائلنا وأسرنا دائما في صحة اجتماعية ويعني مستقبل زاهر بإذن الله لأجيالنا القادمة التي هي منضوية في هذه الأسر الطيبة.